اهلا بيكم معايا طلبة جريد 6 الصف السادس، وهنبدأ نراجع في الجرامر. واول جرامر قابلنا في السكند تيرم في الترم الثاني عندنا كان عن الادجكتيف والادفيرب. الادجكتيف بمعنى الصفة، والادفيرب بمعنى الحال. الادجكتيف الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، اما الادفيرب الحال بيصف الفعل ويأتي بعده. نشوف examples كده تفهمنا. اما اقول the happy boy يعني الولد السعيد، happy هنا الادجكتيف وboy ناون، اذا الادجكتيف بتيجي قبل الناون، يعني الصفة تأتي قبل الاسم اللي بتوصفه. تاني مكان عندي للادجكتيف بتيجي بعد verb to be، يبقى انا عندي مكانين بتيجي فيهم الادجكتيف، اما قبل النون قبل الاسم او بعد verb to be، زي ما اقول the boy is happy، الولد يكون سعيد، is هنا verb to be وhappy الadjective جت بعد verb to be. طيب نيجي بقى للادفيرب، الحال بيجي فين في الجملة؟ بيجي قبل سوري بعد الفعل، لان هو بيصف الفعل ويأتي بعده، زي ما اقول she plays the recorder sadly، اذا sadly هنا هي الادفيرب الحال، لان هي وصفت الفعل play وجت بعده، اذا مكانها هنا adverb. طيب ازاي بكون الحال او الظرف؟ بكونه باضافة الواي للصفة، يبقى انا بكون الادفيرب باضافة الواي للادجكتيف، زي quiet adjective بمعنى هادئ، اضيف لها الواي هتتحول لادفيرب وهتبقى quietly وهيكون المعنى بهدوء. quick adjective بمعنى سريع، اضيف لها الواي هتتحول لادفيرب وهيبقى اسمها quickly وهيبقى معناها بسرعة. slow صفة بمعنى بطيء، اضيف لها الواي هتبقى slowly وهتتحول لادفيرب بمعنى ببطء. sad صفة بمعنى حزين، أضف لها الواي هتتحول لأدفيرب وهيكون اسمها sadly وهيبقى معناها بحزن. طيب لما أحب أعمل question عن الحال، أعمل سؤال عن الحال، اللي هستخدم how أداة الاستفهام how اللي بمعنى كيف، يبقى هعمل السؤال باستخدام أداة الاستفهام how، أجيب بعدها الفعل المساعد لزمن الماضي وهو did، وأجيب بعده الفاعل، وأجيب بعده الفعل في المصدر، لأن كلنا شاطرين وعارفين إن بعد did بجيب فعلي فين؟ في المصدر. زي ما أقول how did he play the harp، how اهي أداة الاستفهام بمعنى كيف اللي بتسأل عن الادفيرب الحال، did الفعل المساعد لزمن الماضي، he الفاعل، play الفعل في المصدر عندي، هتكون الإجابة he played the harp sadly. طبعا الإجابة عندي ببدأ بالفاعل وهو عندي he، بعد كده أجيب الفعل وهجيبه في الماضي، عشان كده أنا قلت played لأن عندي زمن السؤال ماضي. The harp sadly اهي الإجابة اللي أنا بدور عليها، اللي هي الحال adverb sadly، يبقى أنا بسأل عن هو إزاي كان بيعزف على الهارب، كان بيعزف بحزن، عشان كده قلت he played the harp sadly. أوكي يبقى ده طريقة عمل السؤال عن الادفيرب، ودي الإجابة باستخدام الادفيرب. تاني example معايا، how did she play the cymbals؟ هتبقى الإجابة she played، اتفقنا جيب فعل في الماضي، the cymbals loudly، loudly يعني بصوت مرتفع. اتفقنا ان احنا بنكون الصفة سوري الادفيرب الحال بإضافة الواي للصفة، بس انا عندي بعض الصفات الشاذة يعني مش تبع قاعدة الواي، زي الصفة good بمعنى جيد، الادفيرب بتاعها اسمه will، hard بمعنى صلب او قاسي، الادفيرب بتاعها hard برضو، fast بمعنى سريع، الادفيرب منها برضو fast، نحفظها كويس الصفات الشاذة ونذاكرها كويس. خلاصة الجرامر عندنا بيقول ان الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، اما الحال يصف الفعل ويأتي بعده. اوكي اتمنى النهاردة نكون فهمنا الادجكتيف والادفيرب كويس جدا، واللي عنده اي سؤال يسيب لي في التعليقات، وياريت لو بنستفيد من القناة ياريت نشترك فيها ونعمل لايك ونسيب كومنت جميل يشجعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.